السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة أسواق الجزيرة على اليوتيوب، حياكم الله وبياكم اليوم يا شباب. 13/9/2023 احنا اليوم في سوق البقارة جنوب محافظة الحسكة، اليوم الأربعاء، اللهم صلي وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد. ما شاء الله تبارك الله، حركة ضعيفة يا شباب، حركة بطيئة جدا، يعني اللحم هو الشقال. ما شاء الله تبارك الله، في عندنا غنم رفع يا شباب، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله تبارك الله، غنم عشار لحم شكل فتة، الصلاة على النبي. أعم زويلي الدفع 35، الدفع 35 والطلب 40، والطلب 40 يعني 4 ملايين سوري، والدفع 3.5، نعم 3,500,000 بالسوري الشباب الدفع، والطلب 4 مليون سوري، والدولار موجود أسفل الشاشة. ما شاء الله تبارك الله، غنم كل عشار ما شاء الله تبارك الله، أربع نعجات عشارة مبين بلي واضح، ولحم وفتاية رباعيات، وبي وحدة منهم ثالثة ما شاء الله، وشكل حلوات وطول خشانة سمن عشار ما شاء الله عليهم، اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الله. مرك من هالنوع؟ ها؟ مرك من هالنوع؟ والله بركة يعني، شوف بركة جاد، اللهم صل على النبي، تمر علينا حلال بركة ما شاء الله تبارك الله. صار 35، 3,500,000 سوري ما شاء الله تبارك الله، الصلاة على النبي. واحدة تعيب على الأخرى، واحدة تقول الأخرى أحلى منك، ما شاء الله، الله يرزق العالم، الصلاة على سيدنا محمد تبارك الله. ادعمونا يا شباب، وصلونا 5,000 مشترك، حياكم الله حبايب قلبي اينما وجدتم، تعليق حلو مثلكم يفيدنا، زر اللايك يفيدنا يا شباب، الاشتراك بالقناه حياكم الله وبياكم كل متابعينا اينما وجدوا. ما شاء الله تبارك الله، هذا اثنين وهذا اثنين اربعه، خمس نعجات، انا قلت يمكن قلت اربع نعجات لان خمس نعجات، ما شاء الله تبارك الله. لا لا مبينات مبينات كل المبينات، الصلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله. ربي يرزق صاحبنا اللهم. ايوه وصلنا يا شباب، رجل دلال خالي ابو حاتم ما شاء الله تبارك الله، الحركة ضعيفة يا شباب، سوم ضعيف وحلال غليل بالسوق. شوك ابو حاتم اخبارك؟ شلون السوق ابو حاتم؟ تعبان مثل الدلالة. ها تعبان مثل الدلالة. هاي وش وضع العنز؟ هاي لحم عنز لحم صارت 1,800,000. يزبط الحال مشان الصورة. 1,800,000 لحم ما شاء الله عليه. تمام، نكمل مع الدلال ابو حاتم يا شباب، نشوف وضع الحركة بشكل عام. عندنا خروفين حلوات، 1,600,000 الواحد. تماما ما شاء الله تبارك الله، 1,600,000 بس هذا قليل عليه حيل ابو حاتم، هذا قليل عليه حيل، قليل حيل لانه مع ذاك الدفع صار جدان، هذاك لانه اصغر منه، اما هذا قليل عليه حيل. نعم ما شاء الله عليه، حلو ازحم، الصلاه على النبي، ادعم ادعم، 1,600,000 تمام. اي نعم هوني نعجه، هوني 1,800,000 نعجه جنيه، تالي حليبات بيها، ها من عجل جنيه برضه، كذره زينه وكذره زينه مبينه ما شاء الله، تريدها مليونين، تريدها مليونين تماما. والله ابو كنا نتوقع سوق اخر من اي، لانه هم اثنين كان كويس، قلنا الاربعة كويس، اثنين كان كويس حلو. سبحان الله، موضوع المليون ما صار، حركة سوق هذا لنا، يريدنا مليون مليون الشباب ما صار، فطايم ما صار مشي، هذا لنا دواب، صار لنا مليونين مليونين مليون 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 عفوا، غنم عشار ان شاء الله متأخرات، مليونين مليونين يصير. وهذا كبش بلدي شباب، الدلال عمي عدنان ما شاء الله تبارك الله، شنو سنه احمد؟ والله ما قصرت رباع، صار 1,800,000 يلا اخوي، وعمي عدنان طالب 3,000,000 خلاص كلام بيعه. ايوه يا هرياوي، ثلاثة بارع اي والله يصير 3,000,000. عمي حج بركات يا اخي زين، يا عمي حج بركات زين، ما شاء الله عليه، فحل طيب، لحم حلو، يريدوا لحم رجال ما شاء الله تبارك الله. والله لا توكل على الله، 900 وين؟ 29 في المال
لا محمد ما يفعل. هاي خسر 100 ما يخسر. قول يا كريم بعناه يا محمد. هذا بعناه بثلاث. ابوه ما يفعل محمد. محمد يريد ب 32 يا اخي. ثلاثة ونص. لا 32 يريد. لا يبيعه ب 32. الله يهداك. ثلاثة مليون يا شباب صار. رجال يريدوا رباطة يعني. نعم ما شاء الله تبارك الله. 3 ملايين سوري اندفع به وما باعه. صعب وما باعه. حاولنا من هين ومن هين ومن هين وين ما مشى الحال. نكمل يا شباب جولاتنا بالسوق ونشوف الحركة أكثر عند الدلال علي أبو إيناس. ما شاء الله تبارك الله. أبو إيناس شو رأيك أبو إيناس؟ حركة تعبانة. والله حركة تعبانة. رغم انه يوم الاثنين كانت كويسه. اي والله السوق كان كله زين. توقع ان الاربعاء يكون افضل. والله المشكله اسواق اول شكل واسع شكل. اي والله اسع الحلال تغير. ما سواء مالي. احنا شفنا يوم الاثنين بسوق بشير فكان السوق زين. حتى قالوا سوقكم كويس يعني. والله كان ماشي حاله. عليكم السلام. اي نعم. تماما. الغنم هاي ايش وضعها؟ والله الغنم هذه ما صار ضربنا عليها 2,500,000. الغنم هاي ها؟ 9 عجل. 9 عجل. اي نعم. ان شاء الله بيها عشار. والله بي من بين عشار. نعم بي من بين عشار. بي من لا هاي يعني 3.5 عشار. بي من بين عشار يا شباب. بي من لسه مو مبين. الطلب 3 ملايين. 3 ملايين لا عفوا 1.5 مليون وما صار دفع. لا ما صار. تمام هاي شرع الميلاد. ايه يعني 10 ايام ان شاء الله تعالى لازم تردها. ما شاء الله يعني شوف بلا ذره. شوف ذرتها إيه. انا منزله يعني منزله. ما شاء الله 10 ايام تردها. ايه هاي على الميلاد ترخلها زادي ترخلها. اي نعم قاعد ترخلها تاريخها. ايوه 10 ايام يعني 10 ايام تد ان شاء الله يعني على 23 شهر ان شاء الله تلد ان شاء الله تعالى. ان شاء الله 13 يوم. طلب عليها ايش قد طلب عليها؟ اريد 3 ملايين 500. 3 ملايين و500. نعم ما شاء الله تبارك الله. بس العجل طيب. بس ترد تقوم تطلب عليها 4 ملايين اكيد. ها؟ اكيد. حسب ابو ايناس اذا مولود. تمام اذا ولدت فطيمه والله فطيمه يعني تقريبا فوق الثلاثة ونص لازم حاجة فوق الثلاثة. واذا فطيمه خارو؟ خارو توصل 4 وشوي. واذا خارو فين؟ والله هذا الغيب هذا رزق ان شاء الله. ان شاء الله الله يرزق العالم. طيب الفطايم مثلا فطايم السنه فطايم ورادي بس مخصوصات. اي مخصوصات. ايوه اريد 16 1,600,000. 1,600,000 مليون ما صار. فطيمتين مخصوصات. تماما نكمل ابو ناس نشوف شنو الانواع عندك. جدي صلاه بس خلاص. نعم صارت اريدها. لا تريد 900,000 يعني ما له حل جوه 900. والله هي قلنا له 800 نبيع يقول لي بعد ما تبيع؟ لا ما يفعل يبيع. تمام هاي انعجه بلديه جنيه صارت 1,800,000 بيع شهر بس 3 شهور. ايه 1,800,000 هذه شريده 3.5 شهر. تمام هاي ابو عفوا الخرفانه خاروف هذا 1,500,000 ما صار بشيء. ما صار ولا اليوم. والفطايم؟ الفطايم هذن اللي 13 يعني 1,300,000 مليون و300. تمام هذن اللي 15 جزء هذن تريد الوحده؟ الوحده 15 مليون ونص. مليون ونص نعم. فطايم هاي 3.5 اريد عندك. تماما هذا ابو ايناس صغار. الفطايم هذا اللي مليون و200. مليون و200. مليون هاي مليون و600. وهاي مليون و600 زاد فطيمه. وهاي زاد فطيمه. نعم تمام ابو ايناس الله يجزاك خير يا ابو ايناس. حياك الله حبيبي بخدمتك. الله يحفظك. الله يسلمك ويحفظك. الله يبارك بك يا ابو ايناس. خدمه الشعب كلها. شكرا لك يا ابو.